مساء الخير. مثل ما كنتوا عم تتفضلوا وتقولوا بيروت سبورتس فيستيفال انطلق بعد ظهر اليوم وانطلق بشكل مباشر على شاشة LBCI يلي بدها تواكب هالحدث يلي هو الأول من نوعه بلبنان ويمكن بالمنطقة. 22 رياضة بمساحة 10,000 متر بالفورم ببيروت، عرض رياضي غير مسبوق على ساحة لبنان والمنطقة. كل أنواع الرياضات إذن موجودين وبتقنيات عالية جدا، بالإضافة لكل الأمور اللي تتعلق بالرياضة. كل يوم نحن وياكم عم نواكب عدد كبير من الأحداث الرياضية. اليوم كان لافت وجود لاعبي منتخب لبنان بكرة السلة بهالنقطة بالذات مع فيزا كارت، كانوا بتوأمة عن الدعم الكبير يلي عم يجسده كل اللبنانيين لمنتخب لبنان بكرة السلة. إنما أيضا كل الرياضات كانت موجودة. اليوم شفنا عروض إيطالية بالتايكواندو، شفنا عرض بالمبارزة وام ام اي. بكرة رح يكون في عروض مختلفة. بدنا ندعي كل الجمهور اللبناني ومحبي الرياضة فيهم يجوا كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر للعشرة المساء على الفورم، خاصة العيال لأنه بيتعرفوا على كل الرياضات، وبالتالي الـ LBCI رح تواكب يوميا ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر ومباشرة كل الأحداث يلي عم تصير. هيدي هي الأجواء بالبيروت سبورتس فيستيفال بمنطقة الفورم. بنرجع لكم طبعاً.